أولى محطاتنا اليوم زينة بنفردها لمساحتنا الطبية، موضوع يمكن بهب كتير من الشباب الصبايا كمان، لأنه موضوع يمكن كلياتنا مرقنا فيه وعانينا منه، هو حب الشباب أو الحب بشكل عام. قديش في مشاكل جلدية بتأثر على الوجه، بتخلي الحبوب تنتشر، بتلاقي أحيانا في حبوب ملتهبة، أحيانا في حب شباب بيعلم على البشرة وبيكون له آثار على المدى الطويل. نحكي أكثر عن هيدا الموضوع مع الدكتورة جيهان إدريس أخصائية جلدية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. الله يسعدني يا رب، شكرا كثير لكم على الاستضافة اللذيذة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني دكتورة بالبداية خلينا نتعرف على أنواع الحبوب اللي بتصيب الوجه. مثل ما بنعرف حسب المكان أحيانا مرتبطة بتكون بشيء معين، لكن اليوم خلينا نتعرف على الأنواع بعدين بنحكي بالتفصيل. بالنسبة للحبوب اللي بتتعرض للبشرة إلها، في عنا أكثر من نوع. في عنا زيوان هل بيكون رؤوسه سوداء، نحن بنحكي عنا بنقول زيوان رؤوسه سوداء. في عنا رؤوس بيضاء، وفي عنا حبوب متقيحة، وفي عنا بثور، في عنا حتى بيكون حساسية، يعني حبوب خفيفة بتكون على، وكلها بتتمركز أحيانا منطقة الوجه، الأنف، الدقن، أو بنحكي عنا تيزونا. طيب خلينا نحكي بالبداية، بما أنه حكينا عن أنواع الحبوب، يمكن هي أكثر مرحلة بيعانوا منها الصبايا والشباب هي مرحلة المراهقة اللي فينا نسميها حبوب الشباب. خلينا نحكي عن هاي الحبوب، يعني هي يمكن اضطرابات هرمونية، إفرات دهنية، وأحيانا بيتم إهمالها. كيف بيتم علاجها؟ يعني إذا نحن بلشنا يعني من البداية، لا ما رح يكون لها آثار جانبية، ما رح تعمل آثار أو حفر على الوجه. طبعا نحن وقت منبلش نعتني بابننا اللي بيكون صار بهي المرحلة، نعتني فيه إنه ماما لا تقرب على الحبة، لعب بالحبة، لأنه كل ما بيلعب الشاب اللي هو فينا نقول لا فيه هو طفل ولا هو شاب، يعني هو بيكون هاي نحن قلنا إنه مرحلة المراهقة، يعني هو مو عرفان شو عم يعمل، بيلعب بالحبة هلا أحيانا مثلا بدير باله بالمحرمة، بس هو عم ينقلها من مكان لتاني، كل ما لعب الولد فيها كل ما نقلها من مكان لمكان، خلاها تزيد مثل ما بيقولوا بزيد الطين بلة، بتحفر، بتعلم، بتطبع، بتعمل تسبق، هيك بتزيد بقى يعني بتزيد عنا المشكلة أكثر وأكثر. مشان هيك لازم نعتني دائما نقول له غسل، بشكيرك هذا هي بشكير هذا لك، هدول اغراضك، وش المخده اللي بنام عليها، يعني كثير بده يعتني بهذا الموضوع حتى ما ينقلها من مكان لمكان. نعم دكتوره. طيب في اسباب لحب الشباب؟ هلا بالمراهقه في ناس بيطلع لهم حب شباب وفي ناس ما بيطلع لهم حب شباب. هي طبيعه اجسام، هي بترجع لطبيعه اجسام. هي السبب الرئيسي هي انه هرموننا بهذا السن بتكون هرمونيه، يعني هي هرمونيه، هي المشكله اثبتت الدراسات هذا الشيء انه هو هرموني. دليل هذا الشيء مو بس للشباب، يعني موضوع الهرمونات حتى للصبايا. قبل موعد الدورة الشهرية بتلاقي صار عندهم حبوب، لأنه هو السبب الرئيسي هو هرمونات، وبترجع بقى لكل طبيعة كل جسم شو طبيعة جسمه. طيب خلينا نحكي كيف يتم معالجة حبوب الشباب. إذا كانت حبوب مثلا ملتهبة رؤوسها بيضاء تختلف، إذا كانت حبوب مثلا رؤوسها سوداء بيكون طرق العلاج مختلفة. وقديش مهم نتوجه لطبيب جلدية؟ يعني أحيانا بتلاقي بعض الأهالي يمكن بيتبعوا بعض الطرق، يمكن التغذية أو البيت، بعض الخلطات، لا مشان ما يصير لعب بالحبوب من البداية التوجه. هو موضوع الحبوب بالذات احنا ما فينا نعطي وصفة للمنزلية أو وصفة لست البيت أو عملي له هيك، أو لازم مباشرة نتوجه للدكتور أو للأخصائي المعتمد. الفكرة انه لازم كيف الطريق العناية، اول شيء نعمل تنظيف بشرة، نعتني بالحبة، ننظفها، في عنا بشاكير معينة، محارم معينة، ما ننقل من مكان لمكان، ندير بالنا على موضوع انه احنا هلا احيانا طاقيتك بتغيريها بتنقلي العدوى، موبايلك بتحمليه بتنقلي العدوى، هي الطرق انه احنا بنعتني. نتجه للدكتور. هلا كثير دكاتره بيعطوكي مثلا الرتان، احنا انا يعني انا من عدوة الرتان، حرام نعطي الاطفال يعني شبابنا رتان لانه هو بنشف كثير، يعني كثير له مضار جانبيه. هلا هي الطريقه لكن هلا احنا شو بنعطي؟ بنعطي مضاد انتبيوتك خفيف، بنعطي كريم او شيء مستحضرات مستحلبات، تكون غسول بتنشف الحبه، تنشف ونعتني بالحبه. بتعرف شو يعني نعتني بالحبه؟ يعني انا بتقول لك طلعت لك حبه هون حبه هون، بتعتني بس بالحبه، ما بتدهني كل وشك من المستحضر اللي بنعطيك اياه، بتروحي نعمل تنظيف بشره بنعطي. وهلا من جديد صار الحمد لله يعني انه الطب تطور، صار عندنا شيء اسمه حقن انجكشن، انه نحن بنحقن ماده معينه
هي جلايكوليك اسيد، بنحقن بالحبه مباشره، بتطفي الحبه وبنخلص من المشكله، لا ناخذ حبوب ولا يعني ولا نفوت بمتاهات الادويه يعني. بس هيك تنحقن بقلب الحبه؟ بالحبه مباشره تكون احيانا تحت الحبه. هلا وقت يكون عندنا حبوب كثير من اول شيء بنطلع على شيء اسمه رتم. وقت عندنا حبوب كثيره، حبوب رقبه صدر ظهر، هون بنقول لك بناخذ الرتان، بس وقت يكون عندنا شويه حبوب بالدقن، تجيكي صبيه عندها كم حبه بخدها، تروحي تعطيها الرتان حرام، يعني انا كثير يعني عدوده للرتان، بس ايمت بنقول لك نحن بنعطي رتان وقت يكون عندنا هي المسافات الفارشه، اما غير هيك خلص تنظيف بشره بسيط على شويه اكنيزون على شويه عنايه والحمد لله بتكون اموركم رايقه ان شاء الله. خبرينا كمان، يمكن كمان كثير من الصبايا وخاصه من عمر المراهقه وحتى الصبايا الكبار بيعانوا من الزيوان او الرؤوس السوداء او البيضاء. كمان اسبابها وخبرينا كيف بيتم معالجتها. يعني الزيوان الاسود هو سببه انه عندنا المسامات متفتحه ومسكره عليها جلد ميت، وقت بيكسرها بيجي علينا هذا الجلد الميت بصير عندنا مسام لونه اسود. هلا هو بالاصل هو نياط بيضاء، بس بسبب تراكم عليه الجلد والجراثيم الميته بصير عندنا هاي النقط السوداء. هلا هي بصراحه ما لها حل غير انه نحن نعمل تنظيف بشره دوري كل 3 شهور بتروحي. هو السكراب، هلا السكراب بيقشر، السكراب بيقشر، بنرجع بننظف تنظيف البشره بتطلع هي الزيوان بتنحل عنا المشكله، بس هي بصراحه ما رح تنحل حل نهائي، ما في شيء له حل نهائي. والابيض غير الاسود؟ طبعا الابيض لانه الابيض بيكون في عندنا التهاب جريبات. اها بدنا نحل مشكلته، بنعطي مثل ما قلت لك شيء مقشر للصبايا، بنعطيهم شيء بنشف الحبه، بنشف هي البيضه هي حبه، هي التهاب جريبي، اما اذا هي التهاب بسيط وبنشف وبيعطي لون اسود بنقول عنها هي زيوانه. بس ما بيخف يعني اذا عمل حالات تقشير معالجه؟ طبعا يعني كنا نحن نشوف يمكن زينب كثير من الصبايا عندهم زيوان بشكل كثير كبير وفي مرحله اختفى يعني. هلا هي موضوع الهرمونات والجسم وكل ما كبر يعني كل ما كبر تقدم بتخف، بس مرحله الشباب بكون عندنا هرمونات زايده بتقوم بزيد هي القصص عنا. طيب نحن يمكن عم نقول مرحله الشباب او المراهقه هي اللي بتعمل حب شباب، اليوم عم نشوف اعمار اصغر، يعني شو سببها؟ يعني اليوم عم نشوف مثلا اطفال بنات بسبع ثمان سنوات بيش عليهم حبوب صغيره مثل بنسميها حب شباب زيوان، هي كمان اضطراب هرموني ولا شو بصراحة بيلعب النظام الغذائي له دور؟ النظام الغذائي هو له دور بصراحه، هو اكلنا صاير اكل اولادنا كله غلط بصراحه، هرموني. المأكولات الزيتيه، المأكولات الذهبية اللي احنا بنحكي عنها، البطاطا، الشيبس، حتى الشيبس بيشتروه بتلاقي كلياته دهون، المكسرات اللي بياكلوها بالسوق، الشوكولا، الشوكولا لها كثير دور كبير، هذا بسبب بقى بيرجع للنظام الغذائي اللي عم يتبعوه اطفالنا، وانت كمان نحن بنقول انه اطفال ما فيكي مالك، انت شايفتيهم بالمدرسة شو عم ياكلوا، وقت عم يروحوا على النوادي شو عم ياكلوا، هذا بسبب اكلنا بصراحة. نعم، يعني النظام الغذائي مرتبط ايضا بضبط الهرمونات بالجسم بالتالي البشره. خبرينا كمان في كثير من المشاكل الجلديه اللي بيعانوا منها اضافه لحب الشباب والرؤوس السوداء مثل ما حكينا، المسامات الواسعه اللي هي بالوجه، كمان خبرينا سببها وعلاجها. بصراحه قصه المسام الواسعه بالبشره كثير صعب حلها، يعني احنا فينا نتجه على المي البارده على الثلج، في عندنا اجهزه بنمشي عليها فراكشنال، في اجهزه بنمشي عليها بنقوم نسكر هي المسام، بس هي بصراحه ما لها حل. انا يعني بحكي عن انه المسام الواسعه ما لها حل، حتى الاجهزه الطبيه الصغيره اليوم ما فعلا انا يعني الحمد لله اشتغلت على اجهزه كثير جباره واشتغلنا عليها، كانت النتائج كثير خفيفه، بنعمل بلازما بحط شويه ميزو، كان صعب. هي مسام هو بيت الشعره، يعني هو المسام وقت عم ينفتح عم يضل معلم، يعني قد ما قدرنا عم نسكر، هو منفس للبشره. في بنات كثير بضايقهم الموضوع، بس انا ما بحسه كثير انه هو موضوع كبير. يعني هن الصبايا اللي بيكون عندهم مسام بيكون ما عندهم مشاكل بشرتهم، صفيان هالمسام بصيروا بنقوا انه احنا عندنا مسام. بس شو سببها؟ يعني لما نشوف مسام مفتوحه في ناس لا ما بيكون، بس في بلاقي هلا احيانا السبب انه نحن متعرض احيانا لحراره كثير وبنحاول انه نحن نسكر مسامها، يعني نحن مثلا بنروح بنعمل احيانا تنظيف بشره بتفتح لنا المسام الاخصائيه ما بتسكر المسام، بنتعرض للشمس بنرجع على البيت لازم مي بارده، لازم انا دائما بعطيهم نصيحه بعد الحمام دائما دغري
نضرب مي باردة على وشنا، المي الباردة هي بتسكر المسامة، بتخلي بتنقبض العضلات وبتسكر المسامة. يعني ليش حلت المسامة؟ لكن أنا بنصح بالثلج مع مية الورد الصبح بتحطيه على وشك، وبنصح كمان المساء قبل ما ننام ننظف المكياج عن وجهنا. المساحيق المساحيق اللي بتنحط على البشرة هي كتير بتأذي. أنت مع التونر أو المستحضرات؟ أنا مع التونر. لا، مع الصوابين العشبية اللي عم يستخدموها هلأ لكل بشرة حسب كل عشبة شو بتناسب؟ أنا بنصح بالتونر لأنه هو بتركيبته في شيء كحولي، يعني نحن مننظف ومنعقم البشرة. مفضل إحنا قبل ما ننام إما المساحيق، في غسولات معينه خاصه للبشره الدهنيه. احنا عم نحكي عن البشره الدهنيه، لازم نجيب مستحضر يكون فيه تحضيره سالسليك الكبريت، مواد انه بتسكر هالخلايا الدهنيه بتطفيها. نعمل قبل ما ننام بنقيم مكياجنا، بنحط التونر بننام. بفضل انه ما حدا ينام بالمكياج، بيقوم بخفف كثير من هذا الموضوع. طيب كنا عم تحكي زينب عن المواد التنظيف، إذا قلنا هلا يمكن بالآونة الأخيرة عم نشوف توجه للصوابين، فينا نقول أو الصابون الطبيعي الجليسرين، أيام زمان كان يستخدموه بشكل كتير كبير، هلا عم يمكن زينب التوجه إلى بشكل كتير كبير، قد إيه إلى فاعلية؟ طبعا اليوم هي أساسا بعيدة عن أي فينا نقول مواد كيماوية أو مواد تجميلية. نحن بنطلع على هاي أنواع الصوابين لأنه ما فيها مواد كيماوية، وقت عم أقول لك خذي شيء طبيعي. هلا عندنا صابونة الأوليفيرا كثير بتريحنا بموضوع حب الشباب، بتنشف الحبة وبتخليها تقشر. احنا مشان هيك بننصح بموضوع الصابونة، بس الصابونة إليك، أنت صابونتك إليك، ما تحلي حدا بالبيت تناسب بشرتك طبعا، يعني هي إليك. أنا هي إلي صابونتي إلي، أبدا أنا ما بنصح بصابونة المغسلة مع صابونة المجلى رايح وجاي. طبعا كل واحد له صابونته المعينة بيحملها بإيده وبغسلها، أنا هيك بنصح. طب تخبرينا عن مراحل العناية بالبشرة حتى نقيها من هي المشاكل اليومية، وخاصة للصبايا اللي بالجامعة ممكن يحطوا نتفة مكياج أو مثلا يعملوا عادات خاطئة تأثر على بشرتهم، وشو الممنوع والمسموح بهي القصة؟ هلا انا بنصح فيه الصبح وقتنا فيه بنحط شويه واقي على بشرتنا، بنحطه لمده ربع ساعه صيفا وشتاء بنحط الواقي. هلا شتاء اذا ما فيها الشمس، هلا بس بالشتاء احيانا بتجينا شمسة الظهر بتكون اقوى من شمسة الصيف على فكره. يعني انا المهم انه اي مصدر حراري للبشره نحط شمسي على بشرتنا لمده ربع ساعه، نمسح الواقي. ركزوا معي بالفكرة، هذيك المرة حكيتها انه نحط الواقي على بشرتنا لمدة ربع ساعة ونمسحه، لأنه الواقي أحيانا وقت بيتفاعل مع أشعة الشمس بيعطينا مردود عكسي. بنمسح الواقي، إذا بدك تحطي شوية فون، بدك تحطي اللي بدك إياه حطي اطلعي. بنرجع على البيت مباشرة بنمسح هذا الفوند اللي حطيناه، خلي بشرتنا تتنفس. نحط شوية مية ورد. هلا بنصح أنا أحيانا بالبانتينول الليدي، نحط البانتينول قبل ما ننام، مية ورد، يعني شغلات كثير بسيطة كثير بتريحك. بس انك تحطي المكياج وتنامي فيه وتفيقي فيه، هي عادات السيئة بصراحة. طيب دكتورة، يمكن عم نشوف بالآونة الأخيرة الطب تطور بشكل كثير كبير، عم نشوف كثير من التقنيات التجميلية الجلدية عم يتوجهوا إلى الصبايا، خلينا نحكي عن هي التقنيات. يعني اليوم غير مثلا فينا نقول البلازما، الميزو، في التقشير بدرجات، قد فعلا هي مفيدة والاعتدال فيها؟ يعني في كثير من الدكاترة بيقول لك إنه تقشير مثلا مره واحده بالسنه هو مفيد، بتلاقي بالمقابل الاخر في ناس بتعتني بشكل زايد بالبشره. بصراحه بالنسبه للاجهزه اللي عم تحكي عنها، في عنا اجهزه بس كل جهاز له بيحل مشكله معينه. يعني انا تروح تعملي فشن على مشان تصبغات حيأذيكي ويزيد الطين بلك. بتعملي ديرما رولر لحب الشباب كمان حيزيد الطين بله، لان الديرما رولر هو بيمسك بيمشي على الوجه، يعني انت عم تحملي الحبه من هون تنقليها. فهمتي علي شو الفكره؟ الفراكشنال هو حراره، يعني نحن بنعطيها للبشره نوع من التقشير، وقت عم تحرقي اذا عندنا تصبغات كمان زاد، يعني كل زادت تصبغاتك. يعني يفضل انه الواحد تقشير مره بالسنه مش صحيح؟ يعني لانه انت عم تتعرضي بالصيف. ايه طبعا، هلا احنا اذا بدنا نعمل تقشير كمان بالشتاء ممنوع التقشير بالصيف، اذا بدنا نعمل تقشير بنعمله بالشتاء. اذا اجت وحده مضطره عندها سفر، عندها مناسبه باخر الصيف مثلا، نحن بنعمل لها تقشير بس تمشي معنا تحت ارشاد
العادات قاسية جدا، ممنوع تتعرض للشمس، تتعرض للحرارة، بدها تقعد بالبيت لمدة 15 يوم. هو التقشير كتير حلو، احنا بنقيم طبقة، بنقشر طبقة خارجية كاملة للبشرة، بنقشر طبقة بتش خلايا جديدة، بنجدد خلايا. هو حلو بس إذا أنت استمعتي الكلمة يعني إنه احنا تعمل تقشير وتروح تطلع بتزيد الطين بلة. والأجهزة مثل ما حكينا متطورة، كتير أجهزة حلوة، في عنا الدرمالولارد، في عنا الفراكشنر، في عنا جهاز إنفيني، عنا كتير أجهزة متطورة. بس لازم يعني إنه نحل كل جهاز مشكلته، بس إنك تعملي لحب الشباب درمالولار، تعملي جهاز بدل جهاز تخلص. طيب خبرينا، قلتي من بداية حديثك انه النظام الغذائي متعلق بصحة البشرة وضبط الهرمونات وبالتالي زيادة المشاكل البشرة او لا. خبرينا مثلا لحب الشباب شو لازم تنوع عن اكل مثلا معين؟ هلا اول شيء من بعد عن الشوكولا، عن المكسرات، عن المأكولات الذهبية، كل شيء فيه زيت، كل شيء فيه قلي، كل شيء هاي الأكلات الزيتية الدهنية من بعد عنها، يعني على الأقل بفترة العلاج. يعني هلا وقت تكون عنا بشرة متهي مندير مالنا، بس بعدين بنصير مثل ما بيقولوا، مثل وقت تكون واحد عامل ريجيم بدير باله بس من المأكولات الزيتية والمكسرات والشوكولا وحتى الشيبسات، كل هاي الأكلات بصراحة بتزيد السريعة والأكلات المهدرجة طبعا. طيب يمكن زينب نحن بنتعرض بشكل يومي يمكن لعت الشمس بحكم عملنا، وكمان بنحط الميك اب لساعات طويله، قديش يمكن الاعتناية بالبشره قبل النوم الى اثار كثير ايجابيه؟ يعني في يمكن نشوف حاله خلل انه ممكن انا بنظفها خلال النهار، بس كثير مهم لانه هي بتتنفس ليلا انه تنظيفها، ويمكن خطوات بسيطه هي بتقينا الكثير من المشاكل ما بيتعلق بالجفاف او بالبشره الدهنيه او الحبوب. فعلا مثل ما حكينا من شوي انه لازم احنا قبل ما ننام ننظف بشرتنا، ما نخلي هاي السكرة المواد المساحيق التجميليه تضل على بشرتنا، لانه كل ما نظفنا بشرتنا. هلا كثير ناس انا يعني بنصح، انا ضد الميك اب بصراحه، يعني خلي بشرتكم طبيعيه، اعملوا شويه تنظيف بشره كل 3 شهور، نحن ننظف بشرتنا، خليها تتنفس، نحط ميه الورد، حاولي دائما. هلا في العلاجات الجديده اللي هي البلازما، البانتينو. هلا البانتينول انا كثير بنصح فيه قبل ما تنامي، لانه هو فيه فيتامينات وفيه مواد ترميميه. يعني احنا نرمم بشرتنا بعد ما هي تكون تعبت كل النهار، نغسل بميه الورد، وبنصح يعني انا بجلسات تنظيف البشره جلسه بلازما، البلازما بتجدد خلايا، بتعطي بلازما بتنصح قديش في الى اثار قويه؟ هلا بصراحه هي ما لها، يعني هي بس يوم اللي بنحمل الجلسه بتحسي انه الوجه تورم شوي، تنفخ شوي. ايجابيه فينا نقول الايجابيه، لكن هي بتجدد خلايا، بتعطي خلايا جديده، بتفتح، بتروح تصبغات، هالة سودا، كثير لها الحمد لله، كثير لها، يعني انا بنصح فيها بصراحه. مع الميزو طبعا ما هو الفيتامينات. نعم، خبرينا لكان اغلب المشاكل اللي عم توردك يعني للصبايا عن اكثر شيوعا للمشاكل بصراحه هي الحبوب، بس احنا بعد ما راحت الحبوب بصير عندنا بقى الندى بالحفار، التصبغات، لانه محل كل حبه بصير عندنا التصبغ، عرفتي؟ بقى اكثر شيء هي بصراحه هي الحبوب، لانه سببها بصراحه هو اكلنا وطبيعه غذائنا. تمام شكرا لك دكتوره جيهان ادريس اخصائيه جلديه على وجودك معنا، حاولنا يمكن نطرح جميع التساؤلات اللي بتهم الصبايا والشباب، وموضوع الاعتناء بالبشره موضوع جدا مهم. شكرا كثير حبيبه قلبي، يسعد اوقاتكم يا رب. نعم، اما هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع نتابع حلقتنا.